مرحبا بكم مشاهدينا في هذا اللقاء الخاص مع قداسة البابا توادروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. أرحب بك قداسة البابا وشكرا لتلبيتك دعوة سكاي نيوز عربية. أود أن أستهل حوارنا اليوم بدور الكنيسة القبطية في مصر اليوم سياسيا على الأقل. برز هذا الدور في بيان عزل مرسي، شهدنا قداستك إلى جانب فضيلة شيخ الأزهر مع عدد من القوى السياسية والمجتمعية في مصر، وكان لكم دور بارز في هذا التغيير. كيف تحدثنا عن هذا الدور؟ أولا أهلا وسهلا بكم. والحقيقة الكنيسة ملهاش دور سياسي، لكن الفرق بين الدور الوطني والدور السياسي فرق بسيط خالص. الكنيسة مؤسسة وطنية، بنقول على الكنيسة المصرية الكنيسة القبطية، كلمة القبطية يعني المصرية، تمام. فهي كنيسة مصرية، كنيسة الوطن. والوطن كان يجتاز أزمة، والأزمة دي دفعت ملايين من الشعب إنهم يكونوا موجودين في الشارع عشان يعبروا عن رفضهم للي موجود، ومفترض ان انا اشارك وياهم. يمكن ظروفي ما تسمحش ان انا انزل الشارع وياهم، فكانت الوجود في يوم 3 يوليا وكان تعبير عن نبض الشارع، مش موقف سياسي تجاه اشخاص بقدر ما هو تعبير عن الاحساس العام اللي يسود الشعب. ويمكن حضرتك لو ترجعي للافلام ساعة ما تم إعلان البيان عمت فرحة غير عادية، تمام، غير عادية في كل شوارع مصر، تعبير عن أن دي رغبة داخلية. فأنا كنت مشارك كمواطن مصري، بس موقعي خلاني أبقى موجود في وقت البيان. ولكن كما تحدثت قداستك أن هناك فرق بسيط بين الدور الوطني والسياسي، ربما يساء فهمه في بعض الأحيان. البعض وجه انتقادات كثيرة لتصريحات لقداستكم في موضوع الاستفتاء على الدستور. كان هناك تصريحات بتوجه الناخب القبطي بأنه نعم تجلب النعم. كيف تفسر لنا هذا القول إن لم يكن سياسيا؟ يعني توجيه الناخب قد يثير انتقادات. هقول لحضرتك، تفضل. الاستفتاء له خصوصية خاصة، لأن الاستفتاء كان بيتم على عمل لجنة من الخبراء، لجنة كانت لجنة من 50 عضو، تناقشوا عدة شهور في سبيل إعداد دستور متوازن. اللجنة دي كان فيها أعضاء من الكنيسة، فيها أعضاء من الأزهر، فيها أعضاء من باقي أركان المجتمع المصري. اللجنة دي بعد مناقشات طويلة جدا وافقت بالإجماع على دستور، والكنيسة ضمن الذين وافقوا. فاللجنة دي قدمت دستور للوطن وافق عليه ناس من ضمنهم الكنيسة، فالكنيسة وافقت مسبقا على الدستور. حضرتك واخده بالك انا اقصد ايه؟ ولكن هل هذا يعني بالضروره ان يتم توجيه الناخب؟ لما جيت اتكلم انا استخدمت احد امثال العرب، والمثل ده بيقول قول نعم يزيد النعم. قلت انا اكتب اليكم كمواطن مصري بيعشق تراب هذا البلد، وان الدستور ده هو اللي احنا وافقنا عليه مسبقا مناسب جدا لحياتنا، كل واحد يختار اللي هو عايزه. دي حاجة. الحاجة التانية، أحيانا بنفكر في الأباط إنهم كالقطيع، امشي يمين هيمشي يمين، امشي شمال امشي يمشي شمال. لا، ما عادش الحكاية دي دلوقتي، صار كل إنسان له حريته الكاملة. وهديك الدليل على كده. قبل ثورة يونيو 2011، يناير 2011، يعني من 3 سنين تقريبا، كان عندما يتم أمر الأقباط يريدوا أن يعبروا عنه يعملوا المظاهرة في الكاتدرائية. الكاتدرائية اللي هي مركز الكنيسة القبطية. النهاردة لا، أي أمر يروح في أي مكان، يروح في عند الإذاعة والتلفزيون في ماسبيرو، يروح عند مجلس الشعب، يروح عند وزارة من الوزارات. اندماج يعني. خلاص. ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ يعني هل تقصد قداستك أنه كان يصنف القبطي نفسه على أنه فئة؟
كان الأول والآن كده، دلوقتي بقى مندمج في وسط ما المجتمع أسباب ككل. ذلك، خاصة بعد عام الإخوان؟ يعني حصلت ربما مشاكل عديدة يعني بالتصنيف الفئوي في المجتمع، كيف حصل هذا التحول؟ عام الإخوان جعل كل المصريين في بوتقة واحدة، فتخوفهم من الوطن الذي يتم سرقته جعلت الكل يلتف. أذكر لحضرتك إن يوم 26 يوليو، وكان في شهر رمضان، لما وقف المشير السيسي يتكلم وقال فوضوني علشان أحارب الإرهاب، وخرج جموع الشعب، وكان في صوم رمضان في وقت الإفطار مع الأذان، كانت الكنائس تدق الأجراس. ده تعبير عن الاندماج، ففي اندماج فعلا حصل، الاندماج أيضا بين الشرطة والجيش، الاندماج بين كل مؤسسات المجتمع، بين الأزهر والكنيسة، فكل ده عمل حالة اندماجية رائعة، وإحنا فرحانين بيها خالص إحنا كمصريين. بالحديث عن عام الإخوان، كانت هناك تصريحات للمرشح السيسي أن الإخوان فشلوا في الحكم سياسيا، فحولوا الخلاف إلى خلاف ديني. لأي مدى تعتقد قداستك أن هذا وقع بالفعل، وكيف لمستموه؟ لنتحدث عن أقباط مصر. في يوم 7 إبريل 2013 تم لأول مرة في تاريخ مصر الاعتداء على المقر البابوي. في سابقة لم تحدث من قبل. والكنيسة القبطية هي أكبر كنيسة في الشرق، أكبر كنيسة وأقدم كنيسة في العالم، لها كيانها ولها وضعها ولها تاريخها ولها انتشارها في كل العالم، ومعروف مين هي الكنيسة القبطية. فتخيلي حضرتك لما يتم الاعتداء على مقر البطريرك، ماذا يتبقى بعد ذلك؟ دي مجرد حاجة صغيرة، لكن طبعا تم اعتداءات كثيرة، ويمكن بعد يوم 30 يونيو وبعد الأحداث اللي كانت موجودة، تم الاعتداء على أكثر من 100 كنيسة ومؤسسة مسيحية يوم 14 أغسطس 2013، برضو لم تحدث من قبل، واعتداء منظم، حرق وتدمير. كل ده نواتج لاتجاهات دينية ما هيش اتجاهات تخص الوطن. برأيك كم هو خطير ذلك على الشعور الانتماء بالنسبة للأقباط؟ خطير على اللحمة الاجتماعية صدقيني الوطنية؟ هو مش خطير على الأقباط، هو خطير على المسلمين. لأن خطير على المجتمع عندنا في مصر. المجتمع المصري له خصوصية. المجتمع المصري يعيش في صورة من صور الاعتدالية طول زمنه، طول حياته. قدماء المصريين ماذا تركوا لنا؟ لم يتركوا لنا مثلا على سبيل المثال قصور، لكن تركوا لنا معابد، وتركوا لنا مقابر. ده الفكر بتاعهم. معابد زي معبد الكرنك، مقابر زي الأهرام. طيب، ولكن السؤال هنا إلى أي مدى ترى أن هذه الاعتداءات وهذه التفرقة قد بالفعل تمس اللحمة الوطنية؟ يعني بمعنى، لأي مدى تعتقد قداستك أن المواطن المصري، قبطي أو مسلم أو مواطن مصري بشكل عام، لديه من الوعي الكافي أن يدرك خبث هذه المحاولات لنقل ويتجاوزها؟ كيف قيمت قداستك هذه التجربة التي مررتم بها؟ خبرة التاريخ الطويلة وخبرة حياتنا 14 قرن من الزمان في مشاركة، والحياة والمجتمع في مصر متداخل جدا. يعني حضرتك ممكن تلاقي في الشارع الواحد في بيوت مسلمين وبيوت مسيحيين، في العمارة الواحدة ممكن تلاقي شقق كده وشقق كده، في الفصل الدراسي الواحد تلاقي كده، ففي ترابط اجتماعي غير عادي موجود. واللي حصل في العام ده ابتدى يلخلخ هذه العلاقة ويخليها مش علاقة سوية، بقى في طرف ممكن اعتبره
بلغة الموسيقى نغمة نشاز على المجتمع المصري. بعد هذا العام وكل هذه الممارسات التي تحدثنا عنها، كيف تقيم قداستك الأحكام التي صدرت بحق مئات الأخوان، الاعتقالات التي طالتهم، إدراجهم كمنظمة إرهابية، يعني من جماعة تحكم إلى جماعة محظورة تماما ويلاحق أفرادها؟ أولا، من الأفضل عدم التعقيب على أحكام القضاء، ولكنها دي أحكام أولية، يوجد استئناف ويوجد نقض، يعني لسه في مشوار قضائي آخر، والتعقيب على أحكام القضاء ليس من الصالح. لكن أنا شخصيا أثق في القضاء المصري تماما يعني، وأثق في قراراته وفي أحكامه وفي فحصه، وزي ما حضرتك بتذكري الأحكام ده، هي في نفس الأحكام كانت أحكام براءة لبعض الناس، ففي كده وفي كده، حكم القضاء ده بحسب ما شاف، حسب ما تعرض قدامه. هل تعتقد أن ذلك يمكن أن يمس موضوع المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لسنوات تلي ذلك؟ يعني البعض وصفها ربما بأن أحكام استفزازية أو أحكام سياسية، هل ترى أن ذلك يصب في الصالح العام على المدى الطويل؟ أنا زي ما بقول لحضرتك، التعقيب على أحكام القضاء ليس من الصالح، لأن لو تم التشكيك في الأحكام القضائية اتزان المجتمع يحصل له نوع من الخلخلة. والقضاء قضاء، وقضاء مصر مشهور، وقضاء مصر شامخ. أما موضوع المصالحة ده أنا ما أقدرش أتكلم فيه خالص، لأن ده موضوع يرجع تقديره لسياسة الدولة، المسؤولين فيها اللي يشوفوه. لا يمكن الكنيسة أن تلعب دور في ذلك، دور مجتمعي كما نقول، دور توجيهي على الأقل في المجتمع. أعتقد الكنيسة في هذا الأمر ليس لها دور خالص، لكن صالح المجتمع هو المهم، صالح المجتمع. لكن ما يتم من عنف، بقالنا حوالي 10 شهور من عنف شديد، يجعل مثل هذا الأمر بعيد المنال وبعيد التحقيق. كيف ترى حل هذا العنف؟ بالضغط الخارجي، بالضغط الخارجي على مشجعي هذا العنف، بالضغط عليهم. أعتقد أن ممكن هذا العنف يقف. يعني ترى له علاقة أكثر بالسياسة الخارجية؟ أنا ثقة أن مصر بقدرتها تستطيع تقف أمام هذا العنف. يعني الحل برأيك هو مزيج بين داخلي أمني وخارجي سياسي دبلوماسي؟ سياسي دبلوماسي، ضغط من دول أخرى، أعتقد دي أحد وسائل الحل يعني، أو وسائل توقف العنف. ثم القدرة المصرية، القدرة المصرية متمثلة في الشرطة، متمثلة في الجيش، متمثلة في المجتمع، متمثلة في الوعي. كل ما نتحدث به قداسة البابا يصب فيما يعرف بمرحلة الربيع العربي. قداستك انتقدت بشدة هذا الربيع، وصفته بأحد تصريحاتك بأنه شتاء خبيث. لماذا هذا الموقف المعادي لما حصل في الدول العربية؟ وهل ذلك بالفعل ينطبق على مصر؟ إلى أي مدى ينطبق هذا الشتاء على مصر؟ مقارنة طبعاً عفواً بالدول الأخرى التي شهدت حروب طويلة مثل سوريا. الربيع فصل من أروع فصول السنة، الحرارة فيه معتدلة، الزهور تتفتح، الطيور تنطلق في فرح، النهار يطول فيه، نباتات الأرض تبتدي حياة جديدة. الحياة الجديدة. لكن اللي شفناه بعد كده في النواتج ما سمي بالربيع لم تكن نواتج إيجابية ولا مفرحة ولا مزهرة ولا أي شيء خالص، وكانت تقترب إلى زمن الشتاء. ألا يمكن أن يكون ربما هذا الشتاء يشبه المخاض العسير قبل ولادة جديدة، ربما ظروف صعبة ستمر فيها في مرحلة من التحول التاريخي؟ هو أنا حتى استخدمت الوصف ده مرة، أن ما تمر به البلاد كإنسانة بتلد، فمصر بتجتاز هذه الألام، ألام مخاض، وعشان كده ده بيدينا أمل في المستقبل. المستقبل هيبقى جيد ومشرق بنعمة ربنا.
قداسة البابا اليوم مصر ربما تمضي قدما في خريطة الطريق، بدأت بحسب مراقبين تجني ثمار هذه الفترة العصيبة التي مرت بها الانتخابات الرئاسية لنقل المرحلة الواعدة المقبلة. نود أن نفهم أكثر عن موقف الكنيسة، رغم أنه في تصريحات لقداستك تقول أنه ترشيح السيسي أو ترشح السيسي هو واجب وطني. الانتخابات الرئاسية متقدم إليها 2 من المرشحين، كل واحد فيهم يعرض برنامج، يعرض برنامج بحسب رؤيته لإصلاح مصر. عامل بالظبط زي ما يكون في إنسان مريض وفي أطباء بيقولوا رأيهم نعالج المريض ده إزاي، في طبيب بيقول نعالجه بالطريقة دي وفي طبيب بيقول نعالجه بالطريقة التانية، والشعب هو الفيصل والحكم في هذا الأمر. تمام، ولكن عن طريقة العلاج ربما يرى البعض هناك اختلاف في البرنامج الانتخابي في رؤية إصلاح مصر. لنقل السيسي يرى أنه الأمن والاستقرار هو أولوية على كل شيء آخر، طبعا هذا سيؤدي إلى نهضة اقتصادية إلى ما شابه. صباح يرى العدالة الانتقالية، العدالة الاجتماعية، المصالحة هي التي يجب أن ترصد عائمها ربما في مصر اليوم. ما رأيك في هذين الطرحين؟ أنا شايف أن في 3 عوامل أساسية يحتاجها المجتمع بصفة عاجلة. العامل الأول هو عامل الاستقرار الأمني، والعامل الثاني الاستقرار الاقتصادي، والعامل الثالث التنشيط السياحي. الثلاثة دول أركان يقوم عليها المجتمع وينصلح حاله، وإذا ابتدينا نجني ثمار هذا الحال الذي يتم إصلاحه نلتفت إلى 3 عوامل أخرى اللي تحكم بقى المسيرة وتضبطها: التعليم والإعلام والقانون. أعتقد المنظومة ده هي تؤدي بنا إلى مجتمع تتحقق فيه العدالة الاجتماعية، تتحقق فيه جودة تعليم الإنسان، وبالتالي تكون في ظرف أوقات معدودة بقى عندنا مجتمع أفضل. يعني نفهم من حديث قداستك أنه الأولوية للاستقرار والأمن إذن. طبعا. وهذا ما سينتج باقي. طبعا. هذه يعني ده اللي هيساعد في كده. بالحديث عن دور الكنيسة لنقل خارجيا في السياسة الخارجية، ما هو دور الكنيسة حاليا في هذه السياسة لنحدد أكثر موضوع سد النهضة؟ إلى أي مدى يمكن تسخير نفوذ قداستكم بالنسبة للكنيسة القبطية الإثيوبية في حل هذه المشكلات والحساسيات الدبلوماسية؟ الكنيسة القبطية لها علاقة قوية بالكنيسة الإثيوبية، لكن الوضع في إثيوبيا جعل ان مش نفس التأثير الذي كان موجودا مثلا من 50 سنة. ما السبب؟ السبب ان كان في امبراطور في اثيوبيا اسمه الامبراطور هيلا سلاسي، وده اغتيل سنة 1974 وبدأ في حكم شيوعي لاثيوبيا، اختلف وتم فيه امور صعبة جدا حوالي 19 سنين، وبعد كده ابتدت اثيوبيا تستعيد وضعها، بس تغيرت في ال10 سنين دول انحسر نفوذ الكنيسة بشكل أو بآخر. أيضا خارجيا أثير في الآونة الأخيرة جدل أيضا حول زيارة عدد كبير من الأقباط المصريين إلى القدس، هذا أثار انتقادات ربما وجدل واسع، ما موقفكم من ذلك؟ عايز أوضح هنا نقطة كويس مهمة. قرار عدم زيارة القدس بدأ في اتخاذه من أيام البابا كيرولس بعد حرب 67، وامتد في زمن البابا شنودة، تمام، وتأكد عليه بقوة بعد عملية التطبيع اللي تمت بين مصر وإسرائيل. والقرار ماشي، وفي زماننا ده القرار ماشي زي ما هو ويطبق، لكن بتواجهنا مشكلتين. المشكلة الأولانية ان في بعض كبار السن، سنهم كبير، بيبقى عندهم رجاء بينهم وبين مفارقة الحياة ايام او شهور او اسابيع قليلة، وبيبقى عنده اشتياق داخلي انه يروح يزور هذه الاماكن.
ومثل هؤلاء ليس لهم علاقة لا بالسياسة ولا بالتطبيع ولا بالقوانين ولا أي موضوع حاجة. روحي بحت. هو موضوع داخلي جواه لكبار السن. والأمر الثاني إن تسهيلات السفر اللي بتقدمها بعض الشركات للناس عشان يروحوا، لكن في نفس الوقت في ناس أقباط لكن عايشين برا في دول خارجية وحملوا جنسيات هذه الدول، دول غربية. تمام. ده طبعا ما أقدرش أمنعه من الزيارة. أيضا بالحديث ربما نعود لننتقل داخليا عن مبادرة بيت العائلة التي تجمع الكنيسة مع الأزهر، نود أن نفهم أكثر حول دور هذه المبادرة وكيف يتم تفعيلها أو إذا كانت تطبق بالفعل. مؤسسة بيت العائلة فكرة ابتدت في ديسمبر 2010 بعد بعض أحداث تمت ضد بعض الكنائس، وكانت المبادرة دهيت أو الفكرة دهيت ما بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الطيب والمتنيح البابا شنودة. وابتدت المؤسسة تاخد شكل قانوني في الدولة وتم الاعتراف بيها، والحقيقة هي مؤسسة حتى من اسمها اسم جميل. بيت العائلة، العيلة دي كلمة لها قيمة في الحياة العربية يعني. ولها اجتماعات ولها أعضاء مجلس إدارة فيها، وبيساهموا لها لجان في هذا المجلس. بنجتمع في الأزهر وبنجتمع في الكنيسة، كان لسه من شهرين اجتماع في الكنيسة، كان حاضر ويانا شيخ الأزهر وحاضر كل المشاركين في لجنة أو مجلس إدارة هذا البيت. بيناقش حاجات كتيرة، بيتشارك في بعض المواقف والمناسبات. من الحاجات الجميلة إن ابتدينا نشتغل على موضوع المناهج، المناهج المدرسية، ازاي المناهج دي تبقى معبرة عن الوطن مصر، ما تبقاش واخدة اي صبغة دينية خارج اطار الدين. يعني هي تهدف الى يعني ارساء قيم الوطنية اكثر. والمبادئ، بتعمل كتاب عن المبادئ وشاركت فيه وزارة الاوقاف. شيء طيب ان نربي تنشئة متوازنة، الدين ناخد منه مبادئ لكن ما نسبغش المنهج بصبغة دينية. طيب ختاما ربما أود أن أسأل قداستك عن زيارتكم للإمارات. ربما كثير من المتابعين يتساءلون عن أسباب هذه الزيارة. هي أولا دعوة كريمة من الإمارات هنا، من صاحب السمو الشيخ خليفة وسمو الفريق أول الشيخ محمد. والدعوة الجميلة دهيت طبعا هي بتعبر عن كل دولة الإمارات. الدعوة دهيت قدمت من أجل أن أنا أزور أولادنا الأقباط الموجودين هنا والمصريين بصفة عامة. بشكر المسؤولين على محبتهم ودعمهم للاقتصاد المصري ووقفة قوية، ثم هي زيارة محبة وشكر أيضا على محبتهم في رعاية الأقباط المصريين هنا، وشكر على النموذج من التسامح الرائع اللي بيقدم في دولة الإمارات للعالم كله. أشكرك جزيلا في ختام هذا اللقاء البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. شكرا جزيلا على هذا الحوار. مشاهدينا أيضا أشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.